لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر مازال معاكس معاهم في منزل العيلة، ومطلوب من مواليد القوس ان هم يعتمدوا على نفسهم اكتر وما ينتظروش كتير من الناس اللي حواليهم عشان ما يحبطوش وما يصدموش. مطلوب منهم كمان ان هم يكونوا لبقين في النواحي الاجتماعية، يعني عموما في العلاقات الاجتماعية، وكمان لبقين مع الاهل ومع القرايب، وما يعندوش وما يكونوش يعني مستفزين شوية للأهل وللقرايب، يعني يحاولوا يكونوا مرنين.